السلام عليكم جميعا. دلوقتي انا عندي نوت لها علاقه بالتولرنسز اللي هي في توتوريال 10. ماشي، دلوقتي لو انا مثلا عندي حاجه زي H7 وS6، ماشي، ساعات بيبقى مثلا عندي تولرنس انا مش عارف الرينج بتاعه ايه، فكنا بنجيب الابر باوندري واللور باوندري من خلال given تولرنسز. فكنا مثلا لو انا كنت عايز H8 فكنت بعمل ايه؟ بقول لك خلاص ان هنا سيم، أو يبقى أنا كده يبقى أنا same h same cap same same letter، يعني يبقى same lower boundary. يعني مثلا هنا كان h7 كانت 0.25، يبقى هنا h8 أكيد هتبقى 0 وال upper boundary مش فارق معايا دلوقتي. أوكي خلاص، دي كده بقى كده التاني rule اللي هي إيه؟ إن same number يديني same رينج. تمام، فعشان كده لما كنت بجيب الرينج فكنت بجيب اللي هو الديفرنس ما بين التو نمبرز دولت، يبقى هنا مثلا اكس ماينس 0. اوكي، الرقم ده ممكن اجيبه من ايه؟ من اي حرف في اي تولرنس، في اس 8 دي 8، اي حاجه فيها ال 8 ديت، يبقى سيم نمبر في سيم رينج. تمام، النوت الوحيدة اللي أنا محتاج إن أنا أنبهها بس، إن أنا عندي هنا لو كنت محتاج الـ H capital، فلو كانت capital خلاص يبقى هدور على same letter same lower boundary، ولكن لو محتاج بدور على رقم أو بدور على tolerance small letter، ماشي، هيبقى same letter same upper boundary. ماشي، ونفس الكلام برضه في الرقم هيبقى سيم هنا سيم رينج. يبقى هنا كل الفكره بس ان انا لما هدور على اتش كابيتال هدور على اللور باوندري، يبقى هنا كده ايه؟ سيم سيم ليتر سيم ابر باوندري، ولكن لما بدور على رقم او سوري بدور على تولرنس حرف سمول يبقى بدور على الابر باوندري. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا لو انا عندي حاجه زي كده، يعني انا مثلا عندي ايه بالشكل ده كده، فعندي هنا دي كده دي ايه دي ال H7، دي كده H8، دي كده H9. ماشي، اوكي، طيب ده كده بالنسبة للشافت، ماشي، سوري ده كده بالنسبة للهول اللي هي الكابيتال. ماشي، لو انا عندي هول ثابتة وباجي ادور بقى على ال H بتاعتي، فهنا دي كده H7 وده الزيرو بتاعي، هنا ده كده H8 ده الزيرو بتاعي، هنا ده كده H9. يبقى ده هيبقى نيجاتيف 4 مثلا، وده هيبقى نيجاتيف 10، وده هيبقى نيجاتيف 12، ولكن هنا هتبقى هنا دي الزيرو بتاعتي 0 0، وهنا هيبقى ال 10 مثلا، هيبقى لا خليها ماشي 4 هنا بوزيتيف 10 هنا بوزيتيف 12. اوكي، يبقى تاني لما بدور على الحرف، لو بدور الحرف بتاعي بهتم بيه كابيتال يبقى سيم كابيتال لتر سيم لور باوندري. ماشي، لو بدور على حرف سمول يبقى سيم سمول لتر سيم ابر باوندري. شكرا، سلام.